عندنا 3 سمكات، والسمك طبعا يكون مفتوح ومتنضف ومتقشر، وهنعمل شوك السمك بالسكينة بالشكل ده، وهنعمل الشوك دي من السمك على الناحيتين، وهنجهز التتبيلة بتاعته. هنحط في الخلاط 4 فصوص ثوم كبار متقطعين، وعصير ليمونتين، ومعلقتين كبار خل، ومعلقة كبيرة ملح، وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص كوباية مية. وهنضرب الخلطة كويس جدا في الخلاط، وبعد ما نضرب الخلطة كويس في الخلاط هنصبها على السمك، وهنقلب السمك كويس بالتتبيلة من جوه ومن بره. وبعد ما نقلب السمك كويس في التتبيلة هنحطه في كيس بلاستيك وهنصبه مع التتبيلة عشان يشرب من التتبيلة كويس، ونحركه بالشكل ده، وهنحطه في التلاجة ساعة على الأقل عشان يتبل. بعد كده هنجهز خلطة القلي بتاع السمك. عندنا 4 معالق كبار دقيق، ومعلقتين كبار نشا، ونص معلقة صغيرة كركم، وملح، وفلفل اسود، ورشة كمون، وهنقلب كله مع بعضه كويس. وهنقلب السمك كويس جدا في الدقيق، وهنسخن زيت غزير على نار متوسطة العالية، وهنحط في الزيت قشرة نص ليمونة عشان تضيع ريحة القلي بتاعة السمك. وبعد ما الزيت يسخن معانا هنرش على السمك مية ببخاخة المية، بخاخة خفيفة جدا عشان نثبت الدقيق على الناحيتين، وهنحط السمكة في الزيت. وبعد حوالي 3 دقايق بنقلب السمكة على الناحية التانية. يفضل ان احنا نقلي سمكة سمكة، ما نقليش الكمية كلها مرة واحدة عشان كل سمكة تاخد راحتها في القلب. وخلاص كده قلينا سمك وشلناه من الزيت، ولما نشيله من الزيت نحطه على شبكة سلك او مصفى، بلاش نحطه على ورق مطبخ. بعد كده هنرش عليه على الناحيتين رشة ملح خفيفة، ورشة كمون، ورشة كزبرة ناشفة خفيفة برضو. وخلاص كده جاهز معانا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم جداً.